مرحبا، اليوم رح أحكي عن البحث العلمي وتحديداً كيف ببحث بستعمل محرك البحث سكولر جوجل اللي بيختص بالبحث عن المؤلفات العلمية والأكاديمية مثل المقالات المنشورة بالمجلات المحكمة، الرسائل، ملخصات الكتب وغيرها. تا فوت على سكولر جوجل في محرك البحث تبعي، بكتب سكولر google.com وبحط انتر، بفتح عندي هيدي الصفحة. بقلب هالصفحة في بوكس بكتب فيها الكلمات المفتاحية او الكيوردز اللي انا عم نبش عليهم، مثلا distance learning، وبتبص على الزر الازرق اللي هون search. تفتح لي صفحة جديدة فيها نتيجة البحث وهي عدد الريزولتس وبقدي وقت. وإذا بدي أطلع شوي بلاقي بالأزرق مكتوب العنوان، تحته بالأخضر بحط لي الأوثر بأي جورنال وأي سنة، بعدين ملخص صغير عن البحث، بعدين cited by كم شخص عمل له citation، related articles هون إذا بدي نبش على articles مماثلة أو بتحكي عن نفس الموضوع، وعدد الversions تبع هيدا الarticle كم نسخة موجودة منه. كمان إذا بتطلع لميلة اليمين بقشع نوع الدوكيمنت، هون مثلا هيدا PDF، هون HTML، العنوان موجود بالأزرق Distance Learning Promises, Problems and Possibilities، الأوثر بقشع هون بالأخضر Valentine، الجورنال شو اسمه، بأي سنة، شوي عنه، قدي cited، كم شخص عمل له citation، Related Articles إذا بدي أعرف Related Articles، وكم نسخة موجودة منه. في أوبشن كمان كتير مهمة بسكولر جوجل بتخليني أحصر البحث تبعي بالأشياء الإكزاكت اللي أنا بدي إياها. هيدي الأوبشن بلاقيها ملت شمال وين في ثلاث أسطر، إذا كبست هون واخترت Advanced Search تفتح عندي ويندو جديدة. بهيدي الويندو في كذا خانة، رح نحكي عن كل وحدة بوحدتها. بنبلش find articles with all of the words، يعني الكلمات اللي انا عم بكتبهم هون كلهم مفروض يكونوا مبينين بنتيجة البحث. انا لما بكتب distance learning بدي بالنتيجة يبين كلمة distance وكلمة learning. find articles with the exact phrase، هون اذا انا عندي جملة كتبتها مثلا distance learning in Lebanon، هيدي الجملة exactly مثل ما أنا كتبتها بنفس التراتبية تبع الكلمات، يعني distance بالأول بعدين learning بعدين in Lebanon، نفسها exactly بدها تكون مبينة بنتيجة البحث. يعني إذا لقيت online learning in Lebanon ما بدي إياها، إذا لقيت learning in Lebanon بس ما بدي إياها، إذا لقيت Lebanon about distance learning كمان ما بدي إياها. Exactly phrase مثل ما أنا كتبتها بنفس تراتبية الكلمات بدي ينبش لي عنها ويعطيني إياها بنتيجة البحث. With at least one of the words، نحسب أنا بدي نبش على distance online learning. إذا لقيت لي distance لوحدة بين للنتيجة، إذا لقيت لي online لوحدة كمان بين للنتيجة، learning لوحدة بين للنتيجة، distance learning بين للنتيجة، online learning بين للنتيجة، distance و online learning بين للنتيجة، بيكفي يكون كل من الكلمات موجود. Without the words، هون في حال مثلا أنا بدي نبش على
distance learning in Lebanon، بس مش exactly نفس الترتيب. هي حطيتهم هون بس بدون COVID-19، ما بدي تكون هاد distance learning بCOVID-19، هالكلمة بدي إياها تكون موجودة، فبحطها هون. هون الريزلت هيعطيني كل شيء له علاقة بالdistance learning بلبنان، بس ما في كلمة COVID-19. Where my words occur، الكلمات اللي أنا عم بنبش عليهم هن distance learning Lebanon. وين بدك نبش عليهم؟ هل anywhere in the article، بحيلا محل ضمن الارتكل، أو in the title of the article، بديهم يكونوا موجودين بالتايتل أو عنوان الارتكل. أنا مثلا حلو anywhere. Return articles authored by، يعني في حال أنا بعرف اسم المؤلف وتحديدا عائلته، فيني اكتبها هون. مثلا إذا العائلة هي يوسف، أنا فيني اكتبها هون وقل له نبش لي على الأوثر العائلته يوسف العامل عن distance learning بلبنان. Return articles published in، هون إذا بعرف عنهم اسم المجلة أو دور النشر، فيني أحط اسمها هون. مثلا نحسب إنه المجلة هي Nature، إذا حطيت Nature هون بينبش لي على كل الارتكلز لهم علاقة بالdistance learning بلبنان بمجلة Nature. Return articles dated between، هون عم بقول له خليها تكون النتيجة بين هيدي الديت وهيدي الديت. مثلا بدي الارتكلز بس بين 2010 و 2021 يبينوا عندي. ملخص سريع، أنا مثلا هون عم بقول له نبش لي وين بتلاقي لي distance و learning و Lebanon، يكونوا ثلاثتهم موجودين بس ما بيهمني التراتبية، مشان هيك حطيتهم هون. ما بدي كلمة COVID-19 تكون موجودة. وين ما بتلاقيهم بحيلا محل بالارتكل، بس بدي الارتكلز بين 2010 و 2021. خلصت، بكبس على search، بيكتب لي إياها هون كيف مفروض تنحط. هون حط لي minus COVID-19، فيقول لي بدون الكوفيد 19، بتبين عندي النتيجة بهذه الصفحة. وبدي كمان أذكر إنه لاحظوا بقشع بالcustom range هون بين 2010 وال 2021 اللي هي حطيتها بالadvanced search. Thank you.